خير يا أبي؟ مين كان على الباب؟ هذا الشيخ أبو طاهر، بدي أنا أروح معه مع أبو العز لبيت أبو جبري. خير شو في؟ قال في كلام لازم نسمعه من حريم بيت أبو جبري. أيوة، وأنت حتروح يا أبي؟ يا أبي، هذا الشيخ أبو طاهر بعز علي، ما فيني خجله. إيه لازم تروح يا أبي، لازم. بس كمان في شيء لازم تعرفه حاكم، أنا قلبي ناقزني من ناحية الجماعة. شو قصدك يا أبي؟ يا أبي، بركي كانوا شارينا لأم جبري كمان لحتى تشهد معهم بشي فاينة، فأنت لازم يكون عندك علم إنه خديجة بنت لأم جبري في غرام وهيام بينها وبين سلفي خالي. يو، أعوذ بالله، شو هالحكي؟ الله أكبر، شو هالحكي لك بنتي؟ يا لطيف، لكان يا مو لكان، أنا بعرف من زمان، بس كل الوقت كنت أقول نحن لا دخلنا ولا خرجنا، بس لازم أقول لك مشان إذا قالوا لك شي شغلة تعرف كيف تجاوبهم. لا تاكلي هم يا أبي، اصلا هدول بيت ابو العز واولاده لازم نحط لهم حد. تفضل. يلا يلا تفضل. اهلا وسهلا. يلا يلا. خير يا رجال، شو بدهم اضواط الحاره؟ بده يسالوكي كم سؤال انت وبنتك. ايوه، ويعني ليش ليش؟ لك شو ليش؟ انت ما بتفهمي، ما فيكي مخ، انا بدي اعرف ليش انت عم تساليني ليش؟ يو، وانا شو بعرفني؟ يلا يا جازي حالك، انت وبنتك الشيخ طاهر بده يحكي معكم كلمتين. ايوه، بس 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 شو؟ بس 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 خديجه ما لها هون، ما لها هون. ما لها هون؟ وين راحت؟ يعني هيك خطفت رجل اللي عند رفيقتها شوي وراجعه. الله يوفقك، الله يعدمني. انت وبنتك، لك شو بدكم تجيبوا لي مطاطه انت وبنتك؟ الله يوفقك يا رجال، الله الله يوفقك، والله ما بقى لا تجي، والله ما بقى لا تجي. الله لا يوفقكم. اي الله يوفقكم. يعطيك العافيه يا خديجه. وينك هلا؟ قولي على قامتك، قولي على قامتك يا ام جبري، الظاهر قامت الدنيا على راسك وراس بنتك. جبري، بنتك وحرمتك جاهزين يحكوا مع الشيخ أبو طاهر؟ والله بتكون تعطوني حصة لأنه بنت ما له. شلون مو هون؟ مو أنت قلت لي بنتك بالبيت؟ إيه، بس أنا يعني عذرونا يا أسيادنا، والله مثلي متكن هلا خبرت بالموضوع. شو هالحكي يا أبو جبري؟ ومن أمتى رجال البيت ما بيعرف بنته أمتى عم تروح وأمتى عم تجي؟ ها؟ شو عم تتحالى يعني؟ أما بعتتها مشوار. أحد الله وتحسين، الغايب عذره معه، وهذا الحكي ما له لزوم. استعجل لي حرمتك، استعجلها. إيه إيه إيه. هلا ما راح تفهمونا شو سيرة؟ ولا هيك ما نضل مثل أطرش بالزفة؟ روي يا أم تحسين، روي، الله يرضى عليك. ها؟ هلا كل شيء بيظهر بيبان، شو بكون؟ لك صلوا على النبي يا جماعة. وين البنت؟ وين؟ ما بقى لا تجي، صلي على النبي. والله لا اشرب من دمك، قسم بالذات الله. ما قلت لك ما بلا تجي. بس ليش شوف المصيبه اللي محضرين فيها. شو في؟ شو صاير يا امي؟ حضوات الحاره هنا والشيخ ابو طاهر هون قاعدين يسالونا كم سؤال. يا لامتي شرفي اختي، هذا كل شيء صار يا اسيادنا، والله العظيم ما عم سل عليكم بحرف واحد. هذا الكلام مزبوط يا اختي يا ام جبري؟ يا شيخنا، مزبوط، والله الله يخزيك يا شيطان. اقتنعت يا ابو تحسين؟ اقتنعت انه نحن ما عم نتبلاها لبنتك؟ عمي هذا الكلام كله كذب بكذب. استغفر ربك ابو تحسين، شو الحكي هاد؟ الجماعه شو له المصلحه يكذبوا؟ عمي قبل ما تبلوا بنتي روح سأل ابنك خالد يا ابو العز. ايوه، شو دخل خالد بالضرب كمان؟ ابو تحسين قل لي شو قصدك من هذا الحكي؟ ابو جبري، هي بنتك برا، اسالها شو دخله خالد بالسيره. هو لك شو عم تحكي انت؟ شو ها؟ والله لا بس على عبتك. والله اهدى يا ابو جبري، اهدى، الله يرضى عليك، اهدى. لك اذا بنته ما بيعرف وين رايحه، بقص ايدي اذا ما كانت مع ابنك خالد يا ابو العز. اهدى ابو تحسين، اهدى احسن ما تطلع خورتي عليك. ها قول زعيم، ما في داعي تخور على حدا. ترى يعني انك انت زعيم تتبلى الخلايا كلها؟ اهدى ابو العز، اهدى وروق. اتقوا الله يا اخوان وخلوا للصدح مطرح. شيخي، هاي البنت على مسمع منك، خليها تحلف انه لا شافته ولا حكيت معه لخالد لحتى نصدق كلامها.
بانت وخلصت السيرة يا عمي. ولا لا اطلع بروحك والله. اسمعي لي يا منشة ام جبري، قسما بذات الله اذا بتطلع من غير فتح على عطلة والله قبل ما تاكل جزاتها لا اذبحها ذبح. سمعاني؟ عم تقروا علي انت وبنتك يا ام جبري؟ طولي بالك طولي بالك يا خانم، ايش الزعيم والعضوات وبدهم يشهدونا شو نعمل؟ والله بدهم بتقروا علي انت وبنتك الارعى اللي ساكته عم بدويها بهالايام؟ انا ماني عامله شي حتى تستري علي نعمه خانم. خرسي وليه؟ خرسي فكرك خالد حيقبل فيكي لما يدرى انك ارعى؟ والله لقيمة ايامتك اذا بسمع حرف منك ومن امك. اذا هيك معناتها انا كمان بعرف انه انت اللي ما بتجيبي اولاد وحاطه العواقب جوزك. بري عليكي ام جبري استرجحتي حرف وليه؟ والله لندمك لما تصير سيرتك على لسان الخلايق. اصلا عندي شهود شايفينك مخديه انت وسلفي خالد. كذابه ولك انت وحده كذابه وما عاد حدا رح يصدقك. بتعرفي ليش؟ لانه خلاص انكشفتي قدام كل العالم. ايه انا كذابه بس الشهود كمان كذابين لما بدهم يشهدوا قدام ابوكي وكل رجال الحاره. يخرب بيتك من حالك، ايه ارعى وطلع منك كل هاد يا شريفه يا عفيفه. يخرب بيتك شو فاجره، ايه العمى بقلبك انت وامك. تخيلك تخيلك بوس ايدك شيلي بعدي لشو؟ والله بعطيش عم تبوسي الايدين، والله لخليكي تبوسي الصرمايه لسا، بعدي لشو؟ والله بعطيش شو يا بنت الزعيم؟ جاية تطبخي طبخة جديدة انتي وهالعايبة وامها؟ الكلام مردود عليكي. جايكي يوم يا نعمت. ايه احمد ما عندك تطبخي. انتي وكل عيلتك وكل اخواتك. من سنتين قبل ما يطلع العصم اللي من الشام إذا بتتذكري صاروا يفوتوا على الحارات والبيوت. شلون هيك صار؟ العسكر العصم اللي بوقته ما كان شايف قدام. يلا يلا خالد فوت فوت فوت. هات خالد يا بيه. خالد اهلا زوبرني. شو صوت الحكي اللي سمعناه لك خالد؟ اه يا بي انا اجيت لحتى احط حد لهذا الكلام اللي سمعته. هذا املنا فيك تقبرني. يعني هذا الكلام اللي طلع مو مزبوط؟ لا اخي مو مزبوط، وانا ما بتطلع مني العايبه. كل هذا الكلام اللي سمعته لوفكي بلوفكي. ومن بعد امرك يا بي انا بدي اكتب كتابي على المستوره، مشان هيك رحت لعند الشيخ ابو طاهر وخبرته بهذا الكلام. عزو بدي اياك توصل معي هذا المشوار لعند ابو جبري. امرك يا بي. ايوب وينه ايوب؟ يا بي طلع بس ما قال له وين. انت بتلاقيها مسابه انه نحكي بالموضوع لقصاص الليالي؟ لك يا ابو جبري يا حبيب قلبي، يعني خالد ملاحق من الفرنساوي، ايه ما في داعي لهالشكليات هلا. على راسي بس يعني من الاخر عمي ابو جبري رح نكتب الكتاب بمعيتك ومعيت الشيخ ابو طاهر. يا رب. شو ابن عمي؟ جاي خالد الزعيم بده يطلب ايدك. موافقه موافقه يا ابي موافقه. شو ها علمي الادب لبنتك خربت.
الله يوفقك دوبريني. الله يتمم لك على خير يا ليلى. دوبريني يا مو دوبريني. الله يبارك فيكي. الحمد لله الحمد لله. ليلى لك يا اخي شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك، بلوني بالسرقه، بهدلوني، شرشحوني، واخر طب الكي ضربني ابو العز. شو؟ مثل ما عم بقول لك. لك معقول ابو العز يطلع منه كل هالشيء؟ معقول؟ اي والله يا اخي. الله لا يوفقهم. شفنا منهم الامرين. ما عرفت ليش يا ابي ما عاد بدنا اياه يكون زعيم للحاره. زيبا خير؟ زيبا شو في؟ قتلت فهد ابن ابو فهد. شو؟ شو عم تقول؟ ايدك يا عم الله يرضى عليك، الله يحن عليك إلهي. إيدك يا أبي. الله يرضى عليك، ديري بالك على حالك ها. ارضى علي. دون عمي. خذها مين خذها؟ أخذنا لك يا. دير بالك على البنت ها. لا تاكل هم عمي، بإذن الله بالحفظ والصون. الله يرضى عليك صغري، ما تحرمني من شوفتها. ما تاكلي همك عمي، ما تاكلي هم. كل حين ومين رح مرق لك إياها زيارات. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. يلا شرفي. يلا. يلا معك. دعيلي يا سلام عليك. دعيلي يا أبي. مع السلامة، الله يسلمك. الله ييسر لك يا رب. خير اختي شو في؟ كل خير اخي. انت بتعرف قصة خديجة؟ قصة شو؟ خديجة قرعة وما عندها شعر. شو قرعة ما قرعة؟ وهذا اللي على راسها شو هو؟ والله يا خوفي يا فاروق موتت فهد تجي لصالح ابو فهد بقصة الزعامة. هلا شيليني من قصة الزعامة الله يرضى عليكي، مو ناقصي. شلون يعني بدي شيلك منها؟ فوق ما عم فكر بمصلحتك، يعني بدك يقشطوا ابوك الزعامة وتطلع انت كمان مثل صبي الحمام، ايد من ورا وايد من قدام. الله يعينه خالي ابو فهد، هلا بيكون معمي على قلبه موتة فهد، لا عم يفكر لا بزعامة ولا بشي. يو إيه لا حبيبي، خالك هلا حيتحجج بقصة ابنه لحتى ياخذ الزعامة، وأنت حتطلع من المولد بن حموس. هيك قلتي؟ لقوم اشهل وخم. لك ليش ما خبرتوني؟ ليه ما خبرتوني؟ هي خبرت أختك زمرد وفكرتك بتعرف. خديجة بنت حلال وما قصدت تضحك عليك. بس أنا قلت لازم أعرف. لا أختي، ما بدي أعرف، ما بدي أعرف. هلا المهم تكوني منيحه انت وخالد والله يبعث لكم ايام حلوه. الله يا خاتون فكر احمل حالي وارجع على بيت اهلي. لا يوم شو الحكي هاد؟ طولي بالك بروي كل شيء من حاله. يوم ما عرف خالد بقصتي حاكاني ولا ورجاني وشو. شو بكي لك خديجة؟ تقبريني خلاص، بعرفك أقوى من هيك. يوه